حسين حالة جديدة بتحدي جديد بالنسبة لفريق عمل يونيفارما، وهي حالة فلات فوت واضحة، ولكن هذا الفلات فوت عبارة عن فلات فوت يعني طري ما مو جامد، وبالتالي علاج هذه الأوتار وتفادي نزولها مع نزول الكاحل ممكن مع انحراف الساق، ممكن هذا يتعالج بالحذاء والفرشة الطبية من خلال الفحص السريري ومن خلال الانتباه لمشي الطفل. فهذا تحدي جديد أمام فريق عمل يونيفارما، وإن شاء الله راح نتابع تطور الحالة بشكل شهري ونشوف تقدم هذه الحالة. هلأ الرجل مثل ما واضح أخمص القدم، هذا القوس على الأرض، الطفل عمره 5 سنوات، القوس على الأرض، ورح نبدأ بالخطة العلاجية وإن شاء الله رح نتابع تطور الحالة. هذا لسه هذا القوس من هون أطرى، لسه هذا يعني نازل أكثر، بس الاثنين إن شاء الله ممكن، ها مجرد ما رفعناه تحرك الأنكل من الداخل، وبالتالي وارد جدا إنه يتعدل القوس، ها بهذا الشكل القوس لازم يتشكل بهذا الشكل، هذا الشكل الطبيعي للقوس، طبعا مو بهذا الالتفاف يعني، بس انه بشكل طبيعي للقوس. طيب ايش راح نعمل هلا؟ حط لي بس وين بس هذا وتر. ايوه والعظم هيدي العضلات دي، هيدي العضلات المنطقه دي كلها بتبقى عضلات كده واوتر. اوكي والعظم ما نزل العظم لسه؟ لا لسه العظم، هو لما بيحصل عنده المفصل نفسه بيتحرك، المفصل نفسه تلاقيه نزل وبيحصل عنده انحراف نفسي. شو بيحصل مره ثانيه؟ لما بينزل العظمه، لما بتتطور الحاله زياده اوكي، بتلاقي الصبع بتاعه بيجي كده بيحصل فيه انحراف، بتظهر معاه العظمه اللي هون. تمام. اهي العظمه دي صبع الابهام، بيحصل فيه بروز. تمام. مستقبلا بيحصل عوار داخل الجوتي، فبيصعب عليه انه ايه يلبس اي جوتي كمان. هلا نحن بدنا نفحص طبعة القدم. ايوه. اوكي. بس خليك سالب. لا نزل صالح. ايوه خليه يرجع تبع. طلع سيدة. طلع هاي هون. اوكي. شيل. ما وضحت ليش؟ طيب صور بعد ال بعد ما نشيل ايدينا، صور انت البصمه بس بتاعته. يعني ما وضحت. ما زهرش؟ مو مشكلة. ياخذ فرشة نفس كده. نعمل فرشة. فرشة هذه فرشة طبية بالنسبة للأطفال، خاصة بالنسبة للأطفال لحالات الفلات فوت، راح تكون بهذا الشكل، الكعب للآخر. أوكي تمام. هذه الفرشة خاصة بحيث أنه تدعم القوس، طبعا هذه الفرشة لازم توضع بحذاء طبي، وهذا الحذاء الطبي يكون الساق فيه مقسى ومنطقة الكعب اللي يمسك الساق والارك يكون مقسى، وهذا الارك بيملى الفراغ. تمام فراغ الارك. حد كده رجلك كده احسن. ايوه بالضبط وبهذا الشكل، وراح نتابع الحالة ان شاء الله مع الحذاء الطبي. يعني هذه الفرشة عملت تحديد ل يعني ملة الفراغ، ترفع الارك، اضافه لمنطقه الكعب في نفس الوقت. فرشه طبيه مريحه، منطقه الكعب منطقه زي القالب بحيث انه الكعب ما يتحرك صح جوا الحذاء، بس ضروري انه تنحط بالحذاء. ممكن نشوف الحذاء بس اللي راح تنحط فيه الفرشه. كيفيه تحديد المقاس بالنسبه لرجل الطفل من خلال مسطره المقاسات؟ 27 كم
كم؟ 28 27 28 عشان بيجي زيادة هو الجد شوي. تمام عشان الفرشة. هاي القدم واضحة جدا. لف هيك لف لف انت لف رجلك شوي. اوكي باين فيها الانحراف. هذا الانحراف اذا انترك راح يصير في سقوط بالانكل. واقف مظبوط. يصير الطفل بشكل طبيعي صار يوقف على الجنب الخارجي من القدم حتى يعوض او يوازن الرجل. اعتقد واضحة واضحة جدا الصورة. وقف مظبوط. حط ايدك هنا زي ما قلت لك عشان ايه دماغك ما تجيش على الارض. ده يمشي مع الاطفال مع الرياضه ومع المشي والمدرسه بيكون طيب وفي نفس الوقت ايه بيعالج معاه حاله. تمام باينه هذه الرجل. هذه الرجل باينه جدا فيها في انحراف وبدايه للسقوط. المواصفات بتاعته من هون جود قاسي. اوكي تمام. في عمق من الداخل عشان ما يضايقش ايه الضيفي. تمام بيشيل معانا الفرشه دي اهي. لازم الفرشه تنحط بحذاء طبي، ما بصير تنحط باي حذاء. الجوتي في عمق غير الجواتي. هي جوتي بتحط فيه الفرشه اهي. ورجيني بس الفرشه من جوا شلون صارت. واخذه نفس التشكيل. اوكي اوكي طيب جرب على ال على الطفل حسين. يلا حسين لازم دلاغ. لازم دلاغ. برضو الاحذيه دي احنا جايبينها عشان الشتاء برضو. الشتاء داخل. تمام. الاحذيه الشتويه دي. بس جوتي حلو خالص. شوف. البوط شبهه. يلا. حسون ما عجبه البوط بدون جرابات. اه لبي جراب بيكون احسن. طيب هلا لبسناه دلاغ وبدنا نشوف الفيدباك تبعه. حاله نفسيه صلحيه. بالضبط. يا رايك كذا؟ شو حسون؟ جوعان. عم توجعك؟ طيب اوكي خلينا نجرب يلا. انت لسه ما لبستهوش. لا هو اكيد لانه ما راح يوافق القدم وراح يغير بشكل الارك اجباري راح يحس انه في نوع من التغيير. طبعا الرجل كان الطب على الارض وكان يمشي براحته هلا صار في شيء حاكمه زي القالب. صح يعني قالب ومحطوطه فيه الرجل فاكيد الطفل راح يلاحظ انه في شيء مختلف. فنحن ما راح نطنش انه الطفل يعني لازم يحس بشيء من الراحه ولكن كمان من جهه ثانيه انه يكون القالب ماسك الرجل لحد ما يتعود على المشي بهذا الحذاء. وراح نتابع الحاله بعد شهر ان شاء الله من تطور الحاله ونشوف الارك شلون كان قبل شهر وبعد شهر. واستمراريه العلاج ممكن تمتد الى 6 شهور من المتابعه ويستمر على الاحذيه الطبيه لحد ما يصير في شد بالنسبه للاوتار. يلا امشي حسين. امشي حسين. يلا امشي حسين. يلا امشي حسين. شلون؟ يلا تعال لقلك. ما عم يعرف يمشي فيه. طيب روح لهونيك روح لهونيك. حبيته؟ ما حبيته؟ اه؟ ليش؟ طيب روح لهونيك روح لهونيك يلا يلا. يلا روح لشوف. يا سلام يا سلام حسون البطل. يلا تعا يلا تعا تعا. يا سلام شوف ما يا سلام حبيته صح. طيب روح لهونيك روح لهونيك.
طيب اوكي روح مره مشوار ثاني ان شاء الله بتحبه. يلا يلا بس مباشر يا بابا. طيب ماشي يلا حسون تعال. شو رايك هلا ما حبيته؟ طيب ما فضحتنا انت. طيب نحن راح نجرب مع حسون المتابعة بعد اسبوع وليس شهر. يلا تمام حد ايدك هنا؟ خلص نحن راح نشتري واحد ثاني. يلا لهيثم اوكي؟ هيثم هياخد نفسه ده. هيثم راح ياخد نفسه. شو رأيك راح تحبه؟ اه؟